اتظلم ظلم بين، ومن الاتحاد اللي هو كان ماسك اللي هو اللجنه اللي هي كانت بتاعت احمد مجاهد اللي هي كانت لجايه مؤقته. وبرضه انا ما اعرفش يعني الناس دي بتبص لمصر ازاي. ما انا بتفتكر وجهه نظر اتحاد الكوره ايه في انهم دايما عايزين مدرب اجنبي؟ الله اعلم بقى، هم بيبقى لهم وصايه عليه اكتر. يعني مثلا، او يمكن مش شايفين ان في حد مصري ينفع. لا اصل مش معقول يبقى في اختيار موفق قدامهم ويروحوا يجيبوا حد يدفعوا له بالعمله الصعبه. اكيد لا. ايوه، عشان بيبقى يمين يمين شمال شمال. هيبقى صعب مع اي مدرب مصري. هم اكيد هيبقوا عايزين في الاخر اكيد ان الفريق يكسب، لان ده هيحسب مين ليهم. اذا كانوا ما لعبوش كوره اصلا، بس هيحسب ليهم لو الفريق ما يحسب حقق. ايه، هم ما يقومش يحسب ليهم. ما لو هيحسب ليهم كانوا ماتشوا كيروش ده ساعه البطوله العربيه وكانوا جابوا حسام حسن، كنا ساعتها خدنا البطوله الافريقيه وكنا وصلنا كاس عالم. انت شايف ان احنا عندنا دلوقتي لعيبه في منتخب مصر تقدر تاخد بطوله افريقيه؟ طبعا. يعني الاداء كان عاجبك؟ لا سيبك من الاداء، بغض النظر عن التشكيل. ما انت جايبه راجل بقى لا مؤاخذه يعني ما لوف اي حاجه الا كره القدم. حلو، انا بقول لك بغض النظر عن التشكيل، انت شايف ان الاداء بتاع اللعيبه كان كويس؟ كانوا يعني ما فقد الشيء لا يعطيه. الراجل اللي واقف بره ده مش فاهم امكانيات اللعيبه، مش حاطط الواحد في مكانه الصح. ايوه، بيلعب بطريقه اصلا اللي هي حل الله يسترك، فما ينفعش. ايه الطريقه دي؟ ما هو الطريقه بتاعته. حل الله يسترك دي بتاعت ايه؟ ثانية معلم، ايه طريقه حل الله يسترك دي؟ اشرحها لنا. يعني العب وخلاص وربنا معاك. حلق على الكوره وربنا يسترك. حلق الله يسترك يعني ان ما اخدش فينا جوان. بس تصدق فعلا ده اللي كان بيحصل؟ طيب ان هم فعلا كانوا بيدافعوا بس وما بنهاجمش. ايوه ده انت لعبتي اقل فرق جت في افريقيا الدوره دي واحنا اللي كنا بنتعادل معاهم. ايوه كانوا بيتقدموا علينا واحنا اللي بنتعادل معاهم. احنا لعبنا اربع ماتشات، اول مره في التاريخ ما تحصل، يعني تحصل ما نكسبش ماتش. مين يتحمل مسؤولية